مرحبا واهلا فيكم عن جديد بقناتي. موضوع اليوم كتير حلو والفيديو كتير كتير سبيشال وخاص، لانه انا راح احكي لكم عن اهم التبس اللي ساعدتني اني انا اغير ستايلي طول هذه السنين، وراح اشارككم كم صورة كيف كان ستايلي كتير زمان وكيف صار هلا. فاذا كنتوا حابين تعرفوا شو هي هدول التبس علشان تساعدكم، خليكم عم بتابعوني. بس قبل، للناس اللي اول مره بتشوفني، مرحبا، انا اسمي رنا، قناتي بنعمل فيها فيديوهات عن الفاشن، الميك اب، تلبيق الاواعي مع بعض وشغلات تانية كتير. فاذا كانت هالمواضيع بتهمك، بليز ما تنسي تكبسي على زر الاشتراك وصوت الجرس لحتى يوصلك مسج اول ما بينزل الفيديو. وطبعا ما تنسوا تتابعوني على اكاونتي على الانستغرام، حاطه لكم اياه هنا. هناك تقدر تشوفوا ديلي انسبيريشن لاوتفيت، شو بكون لابسه على دوامي، انبوكسينج، شغلات تانية كتير. فبلا ما اكثر حكي، يلا نشوف الفيديو مع بعض. حابه اقول لكم انه هدول التبس اللي راح اعطيكم اياهم هم بتقدر تعتبروهم حجر الاساس او قواعد عامه لإلنا كلنا، شو مكان الستايل اللي احنا حابين نتغير لإله. اوكي، راح نبلش مع بعض باهم اهم اهم تب فعلا ساعدتني وانا ما قدرت اغير ستايلي بدون ما استعمل هاي التب، اللي هي انك ما تحكي لحد ابدا انه انت راح تغيري ستايلك. انا عارفه يمكن تقولوا لا، لازم انه ناخذ راي الناس اللي حوالينا، ولكن فعليا اللي بيصير العكس. اللي بيصير بالعاده انه احنا بس نحكي للناس اللي حوالينا انه احنا حابين نغير ستايلنا او نوينا نغير ستايلنا، راح يصير شغله من تنتين. الاولى اللي هو راح يبلشوا الناس هدول يعطوكي نصائح بشكل عام، وكل حدا حسب ستايله راح يبدا ينصحك، وبالغالب احنا بنكون تقريبا في نفس البيئة بنلبس تقريبا بنفس الطريقة. أعطيكم مثال، لو أنا مثلا وحدة بتلبس عبايات وحبيت أغير ستايلي، فأخذت رأي الناس اللي كتير حوالي بنفس البيئة وتقريبا بيلبسوا بنفس الطريقة، اللي راح يعطوني إياه أو النصائح اللي راح يعطوني إياها إنه والله بدل ما تلبسي عباية سوداء البسي عباية ملونة، أو بدل ما تلبسي عباية سادة البسي عباية عليها لولو. هذا ما راح يعتبر تغيير كتير كبير بستايلك وما راح تحسي بالفرق. الشغلة الثانية اللي راح تصير انه هو في ناس كتير للأسف ممكن تتنمر عليكي، او ممكن تبدأ تحلل يا ترى هي ليش بدها تغير ستايلها، اكيد في سبب، ونظراتهم يمكن ما تريحك. فبالتالي اللي راح تعملي انك راح ترجعي على الكومفورت زون تبعتك وما راح تغير ستايلك. فأهم أهم نصيحة اللي هي إذا بدك تغير ستايلك خليه بينك وبين حالك، ما تحكي لحد. تاني نصيحة لحتى تبدي تغيري الستايل تبعك اللي هو تحددي أول إشي شو هو ستايل لبسك. هل أنا ست دايما بلبس جينزات وبوات رياضة وستايلي فانكي وكاجوال، أو أنا حدا كتير كلاسيك ودايما ستايلي بلبس أشياء فورمال. تاني شغلة، حددي الستايل اللي أنت حابة إنك تصيري تلبسي. هل أنا حابة إني أكون كتير شيك؟ هل أنا حابة كتير أكون حدا بيلبس بس ألوان نيوترال؟ هل أنا حابة ألبس ألوان كتير مفرقعة وفانكي؟ فحددي أول شيء ستايلك اللي أنت فيه هلأ، وحددي الستايل اللي أنت حابة إنك تصيري لبعدين. وممكن التغيير إنه ما يكون والله إنه أنا ست كاجوال أنتقل فجأة أصير فورمال، ممكن انه يكون بنفس الستايل تبعك بس اغير شغلات كتير بسيطة. بمعنى لو انا ست كتير بحب البس جينز ونوي استغني عن الجينز بحياتي، التغيير اللي راح ممكن اني اعمله اللي هو شكل الجينز او الوان الجينز اللي انا بلبسها. يعني انا لو متعودة على جينز سكيني ودائما ضيق وعلى قد الجسم، ابلش اني اجرب قصات تانية جديدة من الجينز زي المون فيت والبوي فريند ومثلا الستريت ليج وشغلات تانية كتير. ممكن أغير كمان بدل اللون الأزرق بالجينز أصير ألبس جينزات ملونة، أصير أعرف كيف ألبقها على شغلات تانية بحيث إنه الجينز أستعمله ككاجوال أو كلبس رسمي. ثالث تيب اللي هي إنكم تستغلوا السوشيال ميديا. شو مكان البلاتفورم اللي أنت بتحبيه، سواء إنستغرام، فيسبوك، تويتر، تيك توك، بنترست، أي شيء، حاولوا إنكم تتابعوا ناس أنتوا كتير حابين ستايلهم وحابين إنكم تصيروا تلبسوا زيهم، بس بشرط إنكم تتابعوا ناس يكون ستايلهم فيه شوية من ستايلكم القديم أو الأشياء اللي بتلبق عليكم وبتلبق على محيطكم وبتلبق على بيئتكم. معنى لو أنا ست بحب الاحتشام، بحب إنه يكون كل لبسي مثلاً كم طويل، ما بينفع إني أنا أروح مثلاً أتابع سوبر موديل وأحكي إنه أنا بدي أصير ألبس
زيها. وبس تابعوا هدول الناس، حاولوا انكم تحتفظوا بسكرين شوت من اكتر صور انتم حبيتوها. هذا الاشي راح يساعدكم بالنقطة اللي قبل هاي اللي هي نحدد الستايل اللي احنا حابين نصير نلبسه. كمان راح يساعدكم تختاروا الكالور باليت تبعتكم، او انتم شو الالوان اللي ميالين لها، شو الالوان اللي انتم بتحبوها. لانه اذا انت حبيتي لون معين راح تلاحظي بس تطلعي هدول السكرين شوت انه انا مثلا اخذت كل الصور اللي باللون البيج اللي لابسين فيها اواعي كلهم بيج، او كل الاواعي اللي لونهم اسود، او كل الاواعي اللي فيها مثلا الوان كتيرة. فهذا الاشي كتير راح يساعدكم بالنقطة اللي قبلها. رابع نقطة واللي هي كتير 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 مهمة، واللي هي راح يعتمد عليها استمراريتكم في التغيير، اللي هي إننا نتدرج بتغيير لبسنا. يعني ما تغيري لبسك مرة واحدة، لأنه إذا عملتي هذا الشيء وغيرتي ستايل لبسك مرة واحدة أنت راح تعملي شوك أو صدمة، مش بس لإلك، للناس اللي حواليك. وطبعا ما راح أكون كذابة، إحنا بيهمنا رأي الناس اللي حوالينا، مهما حاولنا نحكي إنه رأي الناس اللي حوالينا مش مهم، إلا إنه في له إفكت رهيب. يعني لو أنا مثلاً غيرت ستايل لبسي فجأة وحسيت إنه كل هالناس تطلع علي، أو كل الناس مش عاجبها، شوي شوي رح أبدأ استحي من حالي، شوي شوي رح أبدأ لأ ما بدي ألبس مثلاً لون أحمر، لأ خليني أرجع على اللون الأسود. وشوي شوي رح تكتشفي إنه أنتي رح ترجعي لستايل لبسك القديم، مش لأنه أنتي ما حبيتي الستايل، لأ، لأنه أنتي بدك تتخلصي من نظرة الناس اللي ما حبيتيها لإلك. فحاولوا انكم تتدرجوا شوي شوي في التغيير. هذا الاشي راح يساعدكم انتم تتقبلوا حالكم، كمان المحيط اللي حواليكم شوي شوي حيبدا يتاقلم على هذا التغيير بدون ما يلاحظوا وبدون ما يضايقوكي لا بتعليقاتهم ولا بنظراتهم. كمان تدرج بتغيير الستايل بيساعدنا بشغلة الفلوس. للأسف مش كلنا عندنا المقدرة المادية إنه نغير خزانتنا بفرد مرة وننزل نشتري كل الأواعي from A to Z مرة واحدة. يعني لو أنا صبية وحابة إني أغير مثلا ستايل لفة شالتي، بدل ما هي لفة شالتي مثل هيك بشال شيفون، أصير ألبس مثلا اللي هي اللفة الكويتية بالشالات الكويتية. محتاج لميزانية كتير ضخمة، أنا محتاجة إني أغير الأمطار، محتاج أغير نوع الحجاب، وهذا الإشي بده فلوس كتير، وهالشي كتير رح يأثر على نفسيتك، خصوصاً إذا كانت ميزانيتك محدودة، لأنه رح تبدي تحسي إنه أنا ما عندي هالقدرة إني أشتري، إذن أنا ما عندي القدرة إني أنا أغير ستايلي، فلا خليني على ستايلي القديم. لهيك إذا أنا كنت حابة أغير مثلاً طريقة لفة شالتي، رح أبدأ بشال واحد. وآخر نقطة وكتير رح تفرق معاكم، وهي أهم نقطة، اللي هي إنك تقوي قلبك وتجربي. مش بس إنه أنا أروح أجمع صور لناس كتير أنا حابة ستايلهم، مش بس أروح أشتري قطع وما أجربها وما أشوفها، لا، بس تجربي القطعة على حالك رح تعرفي هذا الاشي بيلبق لي، هذا الاشي بحليني، هذا الاشي مثلا بخليني ناصحة اكتر، هذا لون الحجاب بيلبق لوجهي ولا لا. طبعا ما تخافوا ابدا انكم توقعوا بالاخطاء، كلنا عملنا اخطاء كتير كبيرة بالستايل تبعنا. يعني انا رح احط لكم من تجربتي الشخصية كم صورة لإلي وكم لفة حجاب صرت مغيرة. اشي كان بشبه التوربن، اشي كان فيه القمطة مبينة، اشي كان اشي معرق، اشي سادة. في غلط مثلا بالحجابات اللي هو انه احنا مثلا نحط هنا اشي باف، انا عملت هذا الغلط وجربته لفترة، بعدين اكتشفت انه هذا الاشي مش حلو، هذا الاشي فعلا موتو راحت كتير زمان فبطلت اني انا اعمله. فلا تخافي انه انت تجربي. بس هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو اللي حكيت لكم فيه عن اهم القواعد اللي ساعدتني انا شخصيا اني اغير ستايلي على طول هذه السنين. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو واستمتعتوا وانتوا عم تحضروه. اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك تحت بالكومنتس، واكتبوا لي ايش رايكم بالسلسله اللي راح نبلشها جديد اللي هي سلسله تغيير الستايل بشكل عام. اكتبوا لي تحت بالكومنتس شو هي الستايلات اللي انتم حابين تعرفوا عنها اكثر علشان اعملكم عنها فيديوهات بشكل مفصل. واكيد ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم لحتى يستفيدوا ويصيروا فرد من عائلتنا. انتوا كمان ما تنسوا تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج اول ما بينزل الفيديو. بحبكم كتير كتير كتير، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.